أعتقد نعم، إيران دخلت مرحلة خطيرة ومرحلة حساسة جدا في العديد من الملفات، وأهمها الملف النووي، حيث وصلت إلى 84% من تخصيب اليورانيوم. هناك بعض الأخبار تشير إلى وصول إيران إلى 90% في تخصيب اليورانيوم في بعض المواقع، منها فوردو. لذلك الأمر، هل سيترتب على هذا التطور الخطير يعني ضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلي؟ هذا يعتمد على عدة أمور. أعتقد زيارة يعني رافائيل غروسي سيحسم الكثير من الأمور يوم الجمعة المقبل، وسيناقش مع إبراهيم رئيسي والكثير من المسؤولين يوم السبت. هل ستوافق إيران على فتح كل منشآتها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش؟ وهل تلتزم طهران من جديد في موضوع تخصيب اليورانيوم وتراجع حساباتها أو لا؟ هذه من جهة. من جهة أخرى، هل موضوع الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، هل سيثقون بالنظام الإيراني مجددا؟ لأنه إيران أثبتت في خلال التجارب الماضية والسنوات الماضية لا تلتزم بتعهداتها، لا تلتزم بالاتفاق النووي، في ظل الاتفاق أو في عدمه هي تخصب اليورانيوم وتطور برنامجها النووي بشكل سري. أنا أعتقد الآن الأمور أصبحت واضحة جدا. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية حقا لا تريد إيران أن تصنع القنبلة النووية، أعتقد ليس هناك حل إلا الحل العسكري، لأن أثبتت التجارب أنه إيران غير ملتزمة بالتعهدات، وهي تطور بشكل مضطرب برنامجها النووي. واعتقد رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو في الاسبوع الماضي تحدث بكل وضوح وقال الحل الوحيد لمنع ايران الحصول على القنبله النوويه هو الضربه العسكريه او التهديد بالضربه العسكريه، وجاب نماذج في المنطقه كيف تعاملت اسرائيل معها. لكن لماذا لا تتعامل بنفس النهج مع طهران؟ صحيح اسرائيل وجهت بعض الضربات العسكريه في بعض الاماكن واقتالت بعض العلماء النوويين لتاخير البرنامج النووي، ليس لمنع ايران من القنبله النوويه. هنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل حقا الولايات المتحده الامريكيه لا تريد ايران ان تصنع القنبله النوويه؟ اذا كانت كذلك، هي تأخرت كثيرا في ردع طهران، لكن يأتي الرد والضربة متأخرة أفضل أن لا تأتي، لأنه نعتقد أنه لا مجال لإعطاء إيران فرصة أخرى. إيران الآن أرسلت رسالة قوية للمجتمع الدولي، تحثهم أو تحاول تضغط عليهم حتى يرفعون العقوبات، حتى يأتون إلى الاتفاق النووي بشروط إيرانية. الآن أنا أعتقد إيران ستتراجع تكتيكيا إلى الوراء من أجل حتى لا توجه ضربة لها من جهة، وحتى لا تتخذ الوكالة الدولية في اجتماعها المقبل مجلس المحافظين لا تتخذ خطوات وقرارات مصيرية، منها نقل ملف إيران إلى مجلس الأمن، وبالتالي تتخذ خطوات الدول الأوروبية وأمريكا خطوات عملية أكثر. أتوقع أنه إيران تتراجع قليلا في هذه الزيارة وتعطي وعود وتكون هناك مفاوضات بأمل أن تحصل على فرص أخرى، وأيضا فرص تحصل على فرص أخرى، وأيضا أنه محاولة لأنه تراجع هذه احتمالية الضربة من جديد. لكن كما قلت، الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد وصلت إلى قناعة بأنه لا يمكن أن يثقون بإيران من جهة، ولا يمكن أنه إيران تحسن من سلوكها وفعلا تلتزم بتعهداتها، لأن كل السنوات الماضية أثبتت بأنه إيران لا تلتزم بالتعهدات، وهي تخصب وتطور بشكل سري وبشكل علني لبرنامجها النووي.